الرحمن الرحيم. أعزائي، أنا كوكا، وهنشرح إزاي نعمل نكمل ده تاني درس في الوورد، إزاي نعمل جدول زي ده وأحسن من ده كمان، بس بطريقة سهلة خالص وبطريقة دايركت على طول مباشر، يعني المختصر المفيد. طبعا كل خطوة من دول ليها كذا طريقة، بس أنا بحب أخد الشيء البسيط، يعني المختصر خالص اللي ما يغلبش، يخلي الواحد يفتكر العملية ويعملها ويحفظها ويعرفها على طول. يعني ده لو كنت مبتدئ وعايز تعمل جداول في وسط الوورد في شغل، أو حتى في طالب وعايز تعمل بحث او اي حاجة، معانا واحدة واحدة هتقدر تعمل كل اللي انت عايز تعمله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. كوكا معاكم. هنعمل الجداول، هنتعلم الجداول. اول ما فتحنا الوورد من هنا، بنقف هنا بنلاقيه موجود، او نكتب اول حرف W هيطلع لي الوورد. بعد ما هفتح الوورد هيتفتح لي الصفحة، عندي هنا فايل وهوم وانسيرت، يعني انشاء او اضافة. باجي، احنا هنتعلم النهاردة الجداول، ازاي نعمل جدول، ننشأ جدول بكام خانة زي ما نحب، وازاي نسطره ونظلله ونكتب فيه ونوسعه ونضيقه، يعني هنتعلم خلاصة عمل الجداول. هاجي هنا على كلمة انسيرت، وهاجي هنا على التابل، وادوس على السهم. شايفين فتح لي ايه هنا؟ لو هعمل جدول مثلا، خلي بالنا فوق واحد في واحد تابل. لو انا هعمل اكتر اهو، كل ما زود شايفين بيزيد ازاي على الشاشة، اهو واخدين بالكم يا حبايبي. لو هعمل سطور اكتر شايفين بيزيد ازاي، كاتب لي 4 في 5، 4 خانات في 5. لو انا عايز اعمل يعني زي ما احب، شايفين هو بيديني الكمية اللي انا عايزاها، عدد الخانات اللي احنا عايزينها هو هيديها لنا، مجرد ان انا اقول له اوكي. فاحنا هناخد كده حاجة بسيطة اهم، تمام كده يا حبايبي، اتفتح. شوفوا الجدول اللي قدامكم ده منظر الجداول اللي فوق، لو انتوا عايزين تعملوا، شايفين جداول جاهزة اهي، لو عايزين تعملوا زيها مظللة. شوف، خلوا بالكوا ورا في الخلفية، كل ما بمشي بيتغير الجدول بالتلوين اللي انا عايزه اللي انا بحبه. لو انا عايزاه عادي خالص هيبقى عادي خالص، وفي متسطر جاهز وفي كده، شايفين كل حاجة. فانتوا هتختاروا، ممكن تدوسوا وتلاقوا الحاجة معمولة جاهزة زي ما بتحبوا. فاحنا خلينا في العادي دون اهو، ما اخترناش حاجة، احنا بس مجرد بنتعلم. هنيجي مثلا هنا على اول كولون اهو، اول تاب مثلا، هكتب التسلسل. ماشي، لو انا هعمل مثلا جدول حاجة هيبقى في تسلسل هنا، مثلا رقم 1، انزل تحت بالماوس، قاعدة اتحرك انا، ودي المجموع. لا، خلينا نكبر شوية. لو انا عايزة اكبر شوية هقف اهو تحت، واعمل كليك يمين على الماوس، دي طريقة تانية اهي، ماشي، واروح اقول له ايه، اهو وقفت هنا، هيديني انسرت. فينها؟ اهي انسرت اهي، شايفين لما اقف عليها فتحت لي محادثة تانية اهي،
وبيسألني انت عايزة تعملي تضيفي عمودي ولا افقي، فانا هعمل افقي اهي، رول انسرت رول اهو، لو من فوق او من تحت، خلينا نعمل من تحت اهي، نزلت تحت، هعملها لكم تاني، نقف هنا وبعدين جوه المربع نفسه، انا واقفة اهو بالماوس جوه المربع، وادوس على يمين الماوس وبعدين اقف على كلمة انسيرت اهي، واختار اللي هو الرول زي اللي انا عاملاه بالظبط، بس يبقى تحت، لو عايزة فوق يعمل فوق، عايزة بالشمال يعمل لي عمود بالشمال، فانتوا هتجربوا لغاية ما تلاقوا اللي انتوا عايزينه. هنا هنعمل نكمل التسلسل رقم 3، وانزل بالماوس تاني رقم 4، وكتبت المجموع. طبعا الخانة دي كبيرة قوي خالص بتاعت التسلسل، عارفين لو جيت عندها وعملت وحركت كده، يعني اقف لغاية ما تبقى سهمين رايح وجاي، شايفين بتتحرك ازاي يا حبايبي، واقرأ شمال ويمين، اكبر الخانة واضيقها زي ما انا عايزة. لو انا ضيقتها قوي وكلت لي الكلام اهو، شايفين اهو، لو الكلام اتاكل، لو انا مثلا جبت كلام زيادة هنا اهو، وريكو بس، لو انا كتبت كلام كتير اهو، شايفين شايفين هي بتوسع ازاي، شايفين بتوسع على الكلام اللي انا، لو انا كاتب هنا خانة فيها كلام كتير، تمام كده. بس احنا هنعمل على القد، نمسح اللي احنا عملناه دون اللي تحت كلمة المجموع، بقت التسلسل كده حلو قوي، والخانة دي حلوة قوي. نكتب البيان مثلا اهي، لو انا عايزة اجيب كلمة البيان دي في النص، اروح ايه اظللها بالماوس واروح ايه رايحة هنا فوق، اتعلمناها قبل الحلقة اللي قبل دي، ونحطها في النص، بقت في النص. عايزة اكبرها شوية، ادوس على الايه، حرف الايه ده، واكبرها كده، تمام يا حبايبي. شوف قاعدة بتكبر وبتكبر معاها الخانة. بس احنا في النهاية ندوس بره الجدول بتاعنا ونظلله كله كده، ونروح جايين على السهم ونختار رقم 12، هو ده رقم كويس، او عاوزين اكبر عشان تشوفوا حضراتكم، بس اهو رقم 16. بقى الجدول كله بمقاس واحد، ليه بقى؟ لان انا ظللته كله، وقفت بره وظللته كله. هنا نشأ لي خانة تانية، فانا هتراجع عنها بالسهم اللي فوق ده، حبايبي الجدول اهو زي دون، احنا بنختار من هنا اللون اللي احنا عايزينه اهو، شايفين بتختاروا اللون اللي عايزينه اهو، زي ده زي اللي فوق بالظبط، او كده، او زي ما تحبوا، شايفين. هنا مثلا الكلمة دي او كلمة عدد العمليات واخدة تحتها عمودين، هنيجي نقف هنا كده، هكتب انا هنا عدد العمليات، ماشي حبايبي، وعايزاها تاخد العمودين دول، عايزه العنوان ده تحته عمودين، هسود كده واعمل كليك يمين، وهاجي على ميرج سيلز وادوس، وبعدين اروح بقى على الهوم واحطها في النص. خلاص بقت هي خدت خانة كبيرة وتحتها عمودين اهو، ماشي حبايبي، زي اللي فوق دي. بس نفس الحكاية هنا فوق، عملنا كده ونعمل كليك يمين وناخد اللي هي ميرج سيلز، ونكتب اللي احنا عايزينه ونحطها في النص، تمام يا حبايبي، سهل خالص.
اهو، وال وراجعوا الفيديو هتلاقوه سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة خالص، كل حاجة عرفناها اهي. وهنتابع في فيديو تاني لان الشرح بيطول، الفيديو طويل. فمع السلامة حبايبي.